السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة نبدأ في البارت الخامس من البلوك الأول لمادة TT284. هنتكلم على ثلاث نقط رئيسية. أول مصطلح هو التايبوغرافي، هو عبارة عن مجموعة من الطرق اللي احنا بنستخدمها عشان نصمم الموقع بطريقة سليمة تسهل على المستخدم إن هو يدور على المعلومة اللي هو عايزها. النقطة الثانية هنتكلم على الطرق المستخدمة لتمثيل الألوان في لغات تصميم مواقع إنترنت زي ال HTML أو ال CSS وهكذا. النقطة الثالثة هنتكلم على أنواع الصور المختلفة، على سبيل المثال اللي هي الجيف والجي جي والبي إن جي والإس في جي والاختلافات ما بينها من حيث نوع الضغط وعدد الألوان اللي كل واحدة منهم بتدعمها. أول مصطلح هنبدأ بيه مصطلح التايبوغرافي. التايبوغرافي هو عبارة عن مجموعة من القواعد اللي احنا بنستخدمها علشان نصمم الموقع بطريقة سليمة. فهو بيبدأ يقول لي إيه؟ يقول لي هنا إنه في مجموعة من القواعد والمبادئ اللي احنا لازم نحطها في الاعتبار لما نيجي نصمم موقع إنترنت. أول حاجة إن احنا نختار عدد محدود من الخطوط وأحجام الخطوط، يعني ما ينفعش الموقع اللي موجود عندي أستخدم فيه خط حجمه 12 و14 و16 و18 و20، لا، غالبا بيكون حجمين 2 أو 3 أحجام وفقط. الحاجة التانية لازم نختار أنواع الخطوط اللي بيكون منتشرة، لأني لو أنا استخدمت خط من الخطوط النادرة والغير منتشرة على أجهزة الكمبيوتر عموما، اللي هيحصل إن البراوزر الخاص باليوزر هيستخدم الديفولت فونت اللي هو موجود عنده، وبالتالي كل التأثيرات اللي أنا كنت مراعيها في تصميم الموقع هيتم إزالتها. النقطة الثالثة إن أنا بصمم لليوزابيلتي، يعني بحاول أصمم الموقع اللي موجود عندي في أبسط أسلوب أو أبسط صورة. النقطة الرابعة إن أنا بتجنب استخدام تكست كصور في الموقع الخاص بيا. هنعرف دلوقتي ايه عيوب الموضوع ده. يبقى إذن دلوقتي التايبوغرافي هي عبارة عن تحديد وضع العناصر والقوائم في الصفحة اما نيجي نصمم الموقع. ليه؟ عشان نحسن طريقة العرض، وبالتالي بنسهل على اليوزر ان هو يتصفح الموقع وبنساعده عشان يجيب المعلومة المطلوبة بسهولة. يبقى إذن التايبوغرافي deals with، بتتعامل مع طريقة وضع العناصر، how elements are placed and menus are positioned، يعني بيتم وضعها فين حتى. كل ده ليه؟ عشان نعمل عملية improve للسايت usability، بنحسن مستوى استخدام الموقع اللي موجود عندي وبنساعد اليوزر عشان يدور على المعلومة اللي هو عايزها بطريقة أفضل. التايبوغرافي كمان هو البالانس، التوازن ما بين وضع مكونات العنصر على الصفحة عشان نسهل على اليوزر إن هو يفهم محتوى الموقع. التايبوغرافي بيعتمد على التناقض الواضح ما بين الخطوط والألوان المستخدمة في العناوين والعناوين الفرعية لإبراز المحتوى، يعني مثلا العناوين الرئيسية حديها خط معين، العناوين الفرعية خط تاني وهكذا. خلي بال حضراتكم إنه فيه أنواع من الخطوط بتستخدم للطباعة وأنواع أخرى بتستخدم للعرض على الشاشة. فهو بيقول لي هنا لما نيجي نصمم موقع لازم نستخدم الخطوط اللي بتستخدم للشاشة زي فيرنادا أو جورجيا. نيجي نتكلم على بند تاني اللي هو استخدام التكست كجرافيك. في بدايات الإنترنت مثلا، ممكن يكون في سنة 98 أو حاجة، كانت في مشاكل بتقابل المستخدمين العرب في عرض المواقع. كنا نيجي نعرض أي صفحة يجي يقول لك الترميز غير مستخدم، أو يعرض الحروف اللي موجودة على موقع الإنترنت على شكل رموز غريبة كده. فكان في مواقع بتلجأ لإيه؟ إنها تكتب الكلام باللغة العربية لكن على الفوتوشوب وتحط الصور ديت على الموقع. هو الأسلوب ده كان بيعرض الصورة سليمة جدا، لكن كان ليه مشاكل. إيه عيوبه؟ هنتكلم عليها دلوقتي. يبقى بيقول لي هنا إنه فيه اتنين disadvantages، فيه عيبين للأسلوب دوت. إن النص اللي موجود عندي مش هيتم فهرسته باستخدام محركات البحث. ليه؟ لأن محرك البحث مش هيقدر يعمل indexing للصورة. يبقى إذا التكست اللي مقدم على شكل جرافيك مش هيتم فهرسته باستخدام محركات البحث. الحاجة التانية إنه في بعض الأشخاص اللي بيكون عندهم إعاقات بصرية أو أي نوع من أنواع الإعاقات أو ذوي الاحتياجات الخاصة عموما، بيستخدم برامج كمبيوتر عشان يقرأ محتوى الصفحة. فلو أنا حطيت له الكلام على شكل صورة، البرنامج مش هيفهم الصورة نفسها. يبقى إذن لن يمكن فهم التصميم ببرامج اللي هي Screen Reader، وبالتالي أنا مش بساعد اليوزر ده، أنا بصعب الأمر على اليوزر. طبعا عشان نحل المشكلة ديت
احنا بنستخدم الالترناتيف تكست او اللي هي اللونج ديسكريبشن او مع ملفات الصوت، فاحنا بنحاول نحط ترانسكريبت او اللي هو السكريبت الخاص بالحوار اللي موجود في الملف الصوتي. نتكلم على البند الثاني اللي هو الطرق المختلفة لتمثيل الالوان في CSS. معظم الالوان اللي موجود عندي هي عبارة عن خلطة من الثلاث الوان دي اللي هم الريد والجرين والبلو. CSS فيها ثلاث طرق مختلفة لتمثيل الالوان، يا اما بنستخدم اسم اللون، يا اما بنستخدم الهكسا ديسيمال فاليو، او اللي هو الريد جرين بلو او اللي هو الار جي بي. لو احنا عندنا اللون الاحمر اللي هو الريد، نكتبه ازاي او نمثله ازاي؟ بنكتب color وبنكتب نقطتين اللي هي بيفصل ما بين الاتريبيوت وما بين الفاليو، ونكتب ريد خلاص ادي واحده، او نكتب color ونكتب الهكسا ديسيمال فاليو المناظر ليه. حضراتكم شايفين هنا ان كل تلات هم عباره عن ست ارقام، الاثنين كل اثنين بيمثلوا لون، يعني المفروض ان الاثنين دول بيمثلوا الريد، والاثنين دول بيمثلوا الجرين، والاثنين دول بيمثلوا البلو. فلو انا عايز الريد يبقى المفروض ان انا احط مكان الريد FF، لو انا عايز الجرين يبقى المفروض ان انا احط مكان اللي هو الصفرين دول احط FF، ونخلي الاثنين الاولانيين اصفار والاثنين الاخرانيين اصفار. او ان احنا نستخدم الاسلوب الاخير اللي هو برضو نفس الحكايه، يبقى هنا بيكون فيه قيم بتبدا من 0 لغايه 255. لو احنا عايزين اللون اللي هو الريد يبقى RGB والكلام ده. مثال هو بيقول لي هنا ان الكالر نيم يا اما يكون بلاك، يا اما مثلا سيلفر او جراي او وايت، دي المسميات للالوان، او الهكس ديسيمال فاليو المناظر ليها، او الار جي بي فاليو المناظر ليها. طبعا بلاك معنى كده انه ما يكونش فيه اي لون، يعني الار والجي والبي هيكون كلهم اصفار. الوايت يكونوا كلهم موجودين، يبقى هنا 2F 2F 2F، او 255 255 255 في حاله الار جي بي. الجدول اللي موجود قدام حضراتكم دوت بيديني اسم اللون، وبيديني الهكسا ديسيمال فاليو، وبيديني الار جي بي فاليو المناظر ليه. حضراتكم تلاحظوا انه البلاك معنى كده ان الالوان كلها مش موجوده، يبقى هيكون الار والجي والبي كلهم اصفار، او الهكسا ديسيمال فاليو كلها اصفار. طب لو هو ابيض يبقى الابيض بينتج عن مزج الثلاث الوان اللي هم الريد والجرين والبلو، فهنلاحظ انه الثلاث الوان هيكونوا موجودين، الريد ال 2F، الجرين برضه 2F، والبلو 2F، وهكذا. بيقول لي هنا ان ال W3C بتحدد اسماء الالوان لمجموعه محدده منها فقط، يعني في اكواد انا ما اعرفش اللون، او خلينا نقول ازاي، خلينا نقول انه ما بين الاحمر والاصفر في عدد كبير من الدرجات اللونيه، انا ما اقدرش اميز اسم اللون ده ايه، لكن ليه كود هيكسا ديسيمال. فهو بيقول لي هنا انه ال W3C بتحدد اسماء الالوان لمجموعه محدوده منها فقط، وبالتالي الباليتة او باليتة الالوان اللي احنا بنستخدمها او عدد الالوان اللي موجود عندي بيكون محدود جدا. انا عندي مسميات لمثلا 25 لون او 26 لون، لكن الاكواد اللي انا ممكن اولدها باستخدام الهيكسا ديسيمال او الار جي بي بيكون كتيره جدا. طيب يبقى اذا بتعطي الهكسا ديسيمال والار جي بي اختيارات اوسع، لكن المشكله ان الالوان دي ممكن تنعرض بطريقه مختلفه على الاجهزه. ليه؟ لاختلاف الريزوليوشن، يعني اللون اللي ممكن يظهر على الشاشه عندي كلون احمر ممكن يكون ظاهر في جهاز عالي الدقه او الريزوليوشن بتاعته عاليه كلون اصفر. طب الحل نعمل ايه؟ الحل ان احنا نحاول نستخدم باليته الوان محدوده. يبقى اذا الافضل ان احنا نستخدم حاجه اسمها براوزر سيف باليت. البراوزر سيف باليت دي بيكون مكونه من 216 لون، ال 216 لون دول ممكن اعرضهم على معظم البراوزرز والشاشات اللي موجوده عندي من غير ما يكون فيه مشاكل. نيجي نتكلم على الجرافيك فايل فورمات. في اربع انواع من الصور المستخدمه على الانترنت، اللي هي الجرافيك انترتشينج فورمات، جوينت ديكتشر اكسبيرت جروب، بورتابل نتورك جرافيك، والاخيره اللي هي سكيلابل فيكتور جرافيك فورمات. عايزين نتكلم على كل عنصر من العناصر. هو بيقول لي ان الجرافيك ايمجز ديت هي عباره عن صور مضغوطه باسلوب اسمه لوسلس كومبريشن. لوسلس كومبريشن معناها انه عمليه الكومبريشن او الضغط لا تؤدي لفقدان اي بيانات. الحاجه الثانيه ان الجرافيك انترتشينج فورمات بتمثل كل لون ب 8 بت. يبقى إذا عدد الألوان اللي إحنا نقدر نمثلها في حالة الجرافيك انترتشينج فورمات يكونوا 256. جبناها منين؟ لأنه هنا هتساوي 2.68. يبقى إذا في الجرافيك انترتشينج فورمات كل لون بيتم تمثيله ب 8 بت. يبقى إذا عدد الألوان الكل اللي هيتم تمثيلها عن طريق الجف هيساوي 2.68 اللي هي تطلع 256.
من أهم الاستخدامات اللي موجودة في الجرافيك انترتشينج فورمات إنها بتدعم خاصية بيسموها ترانسبيرنسي، اللي هي الشفافية، إن أنا آجي في الصورة نفسها وخلي الخلفية بتاعت الصورة شفافة، وبالتالي ممكن خلفية الصفحة اللي وراها تظهر. يبقى هنا بيقول لي إن الجرافيك انترتشينج فورمات support transparency which mean that إن ال color of the background يظهر من الصورة نفسها. كمان إن الجرافيك انترتشينج فورمات دي بنستخدمها في عمل الصور الإعلانية اللي هي موجودة على الإنترنت، اللي هي بيسموها الأنيميتد جيفز. نيجي نتكلم على الجوينت بيكتشر اكسبيرت جروب. في حالة الجوينت بيكتشر اكسبيرت جروب احنا بنستخدم لوزي كومبريشن، معنى كده انه عملية الكومبريشن بتؤدي لفقدان بعض الالوان او بعض البيانات من الصورة. طيب هنا بنستخدم 24 بت لكل بكسل او لكل لون، معنى كده انه عدد الالوان اللي انا اقدر امثلها باستخدام الجوينت بيكتشر اكسبيرت جروب هيكون 2 اس 24 يديني 16 مليون لون. يبقى في الجيف كنا بنستخدم 8 بت لكل لون، كان عدد الألوان بتاعتي 256. في الجبي جي بنستخدم 24 بت لكل لون، يبقى عدد الألوان 2 أس 24 اللي هي تعادل 16 مليون كب. نيجي نتنقل لحاجة تانية اللي هي البورتابل نتورك جرافيك، هي بتدعم من 8 و16 و24 بت كالر، وبيقول إنها ما بتقارنش أو مستوى الضغط اللي موجود فيها لا يقارن بالجبي جي. آخر حاجة اسمها Scalable Vector Graphic. Scalable Vector Graphic دي هي عبارة عن لغة احنا بنستخدمها عشان نوصف العناصر باستخدام الـ XML. يبقى إذن الـ SVG هي عبارة عن Language for Describing Two-Dimensional Graphics in XML. SVG دي بتديني تلات أنواع من الـ Graphics، يا إما Vector Graphics يا إما Images أو Text. حضراتكم أنا عايز أوضح نقطة ما بين الفيكتور وما بين الايمج عموما. لو حد فيكم شاف الصور اللي موجودة في الوورد ارت اللي هي عبارة عن الاسهم والمستطيل والكلام ده، الصور اللي موجودة في الوورد ارت في برنامج الوورد انا ممكن اكبرها، ولو تلاحظوا حضراتكم ان انا لو بكبرت المستطيل او المربع او السهم والكلام ده ما بيأثرش على الصورة نفسها. لكن لو انا عندي صور شخصية مثلا او اي صور زي الجيف او اي صور على الكمبيوتر وكبرت الصورة مثلا خليتها تاخد مساحة كبيرة، هنلاحظ ان البيكسلز اللي ما بين الصورة بتظهر، ده لانها بتتعامل هنا بيتماب. الجدول الاخير ده فيه مقارنة بسيطة ما بين العناصر اللي احنا اتكلمنا عليها. يبقى ده الجيف كنا بنستخدم فيها 8 بت، عدد الالوان 256 لون، بنستخدم ال LWZ compression اللي هو lossless compression. في الجبي جي 24 بت، يبقى عدد الالوان 16 مليون اللي هو 2 اس 24 لوزي كومبريشن. في البي ان جي هو بيقول هنا ان هي بتستخدم 24 بت. في الاس في جي طبعا هي اكس ام ال ديسكريبشن اوف ذا ايمج. طبعا اس في جي ممكن تيجي لي اختياري يقول لي عرف لي هو ايه المقصود بالاس في جي، ممكن يتكلم على موضوع ان هي بتعمل اكس ام ال ديسكريبشن، هي اي واحده منهم اللي بتعمل ديسكريبشن بواسطه الاكس ام ال، طبعا ما فيش غير اس في جي.